ان شاء الله هذه السنه الكاميرا في الريف مناظر جميله وخلابه. طبعا احنا في هذه السنه عملنا يعني بملاحظات الجمهور، قالوا ما فيش جواز، اضفنا جواز لفقره الغاز الشعريه. وركز معي، طبعا اعزائي المشاهدين اضفنا جواز للملاحظات حقكم. بيبدا البرنامج بالتقديم مناظر سياحيه عن نفس المنطقة، طبعا ننزل في نفس المنطقة، نبدأ ونختم من نفس المنطقة، ونبدأ بردة فعل. ردة فعل ما عادش مثل العام الماضي، كاميرا خفية مفجعة لنا أصحاب أهلنا في الريف طيبين. ففعلنا فقرة ردة فعل، ردة فعل. الفقرة الثانية هي الغاز شعرية، والثالثة فقرة ركز معي، أما الرابعة والأخيرة هي سواليف ومواهب الريف. في مواهب مليئة في الريف. السواليف عرفناها، ندردش مع آبائنا كبار السن. والمواهب اخترنا جميع المواهب اللي في الريف، من رياضة، من انشاد، من شعر، من كوكتيل. فإن شاء الله إن شاء الله هذا السنة الجزء الثاني يعجبكم، وبإذن الله نكون عند حسن ظنكم. تابعونا في حلقة اليوم وفي كل يوم. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في البرنامج الريفي اليومي الكاميرا في الريف. ماذا اقول؟ فالحسن صار مرموق، يكسو الحقول جمال غير مسبوق، يشبل عقول الحالمه بمعشوق. هذه الطلول اكيد وسط العروق. العروق اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. طيب صلي على رسول الله، اشتي تخدمني في موضوع ما هو بيني وبينك. تعال يا اخي، هذا اخي شوف لا عندي، شوف لا عندي، وركز صلي على رسول الله. هذا هرب من الجامعه تمام، فاضطرب هو الاستاذ، قام طعن الاستاذ. الان قال لي المدير حق الجامعه ان انا اجيب واحد يضمن عليه، فقلت انت هذا الوجه الرضي يجي يضمن عليه. لا الضمان انا ما اضمنش، انا لان انا ما اقرا ولا اكتب، لان انا ما اقرا ولا اكتب. بس اشتي تكتب، انا اضمن هذا انه ما يكررها. ما شاء الله ايش اضمن انا اللي الضمانة يا منعه. يا منعه انا ما اضمن ولا على حدا. هم قالوا ولي امر، اشتي ولي امر. ولي ما اضمنش انا. افعل تعهد انه لا يكررها ابدا. ولا شفعل تعهد ولا معي بطايق شخصيه. افعل خير. ما شاء الخير افعل خير لو انا ما انا اعدك. قالوا اشتي ضمانها الان. ما لي ضمانها ذا على بيت هيل سعيد، عليكم على بيت هيل سعيد على طول يضمن، عليكم على بيت هيل سعيد على طول يضمن. ما بلف على الخير، انت شكلك طيب جيد يضمن. شكلي طيب بس امي لا اقرا ولا اكتب، ما عارف اقرا ولا حاجه. اضمن. لا 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 الله ما الا الضمانة، الا الضمانة، ضمانة واحدة، الا الضمانة، الا الضمانة، ضمانة بسيطة كذا. عند الله عندكم الا الضمانة هكذا بس، اضمن انه ما يكررها. لا اضمن بحاجة وانا ما عاد اسرق ولا اضمن بشيء. انا شاقي سرق انا وانت، انا شاقي سرق انا وانت. ها؟ ولا اضمن واحد. اطلع معنا بقول بس ضمن. ما شاء الله الله يرحم والديك. ما اضمن. اضمن لنا اخي. ما شاء الله والنبي عليك. اضمن اخي الله يرحمه. الله والنبي عليكم. طيب بدي اكلم المدير ولا المديرها؟ تعال. الله والنبي عليكم. اوريك اوريك المدير. لا لا يضمن، ما يضمن، ما يضمن بس. الكاميرا المخفية. ايوه. حياك الله. صل على رسول الله. اخي في السجن و فعل مشكلة بسيطة هكذا، طعن واحد وابيه مشهود ما رضوش يخرجوه، قالوا ايش تو ضمين؟ ضمين. فنشتي تجي تضمن معانا في الحبس على اساس يخرجوا اخي. الله يقضي حاجتك. انا طلع الحرارة. ها؟ اطلع الحرارة شكلين. ما تدور. طيب اطلع معنا اجيب لك 5000 ريال تضمن الرجل. لا حق. طيب انت بالسيارة. لا لحظة لحظة، خلنا نكلمك. طيب مع عن ماشي. نعم اقول لك هذا معي حرارة طالع. اخي عيموت يعني مش متعود على السجن. ما في معي حرارة كثير. طيب حنجيب 5000 ونجي افتح لنا ضمان. اضمن. لا. لو سمحت. عادي في كثير. لحظة لحظة. طيب لحظة لحظة. السيارة سيارة. اوه. لو سمحت. اضمن اضمن معنا بس ضمانة. ها 10000 طلبنا منه طلب بسيط لو سمح. ربا اقول لك معي دري.
يا اخي طيب صلي عرسه نشتي يضمننا اخي في السجن. يا اخي ما عرفت يا اخي اضمننا. يا اخي اضمن اضمن اضمني بس يخرج اخي من السجن وانا اجيب لك 5000. من اجيب؟ ها؟ لو سمحت. ما اضمنك ولا حاجه. لو سمحت. طيب. يا اخي اضمن اضمن. ماشي. يا اخي اضمن. طيب انت كنت ضيف معنا في الكاميرا الخفيه. يا اخي مشاكل كل اخبار. يا اخي مشاكل كل اخبار. كنت ضيف في الكاميرا الخفيه. ايوه خفيه. الكاميرا كاميرا بتصورك في رمضان تحضر تشوفها. يا قنتي كلها لك. يا قنتي كلها لك. يا قنتي كلها لك. طيب اضمننا اضمننا. ايش تي تضمن لنا اخي بس يخرج من الحبس وعنجيب لك 5000 ريال لو سمحت. طيب خليني اكلمك معلق ما تخلوا واحد يكلمك. اشتي تضمن لي اخي على اضمن له مره على اضمن له مره يضمن يخرج من السجن بس لو سمح. خليك خليك الله يقضي حاجتك. ها؟ تضمنه خلاص 10000 تمام. خليني اكلمك ولا 20 ولا 20 اصبر اصبر. طيب طيب خليني اكلمك اصبر لو سمحت اضمن لي اخي. اسمح ولا اسمح اخي. اخي محبوس اضمنه ولا تضمنه قاعد ضمنه ولا قاعد ضمنه ولا انتهى العام وخرج. لا لا ما طيب انت كنت ضيف معنا في رمضان ضيف معنا في رمضان بالكاميرا الخفية. اشتي منك طلب بسيط. ما سامحني. قول اخي بيني وبينك هكذا مد يده وسرق وحبسوه في الحبس في السجن. ماني بقلوه ليش تتلوب به. طيب خليني اتكلم معك. فقالوا ان انت تشتي تخرج اخوك خلي واحد يجي يضمنه. فنشتي منك تجي تضمن اخي يخرج من السجن. أنا اللي بنش يضمن علي إذا أنا ارتاح حالتي ترحيل. طيب عيقوع 5000 وتجي تضمن لأخي ما رأيك؟ ها؟ 5000 والله من قلت لي حتى مية. خلص 10. أنا رجل عما ولا أقرأ ولا أكتب ولا أنا داري من خلص. هو بس يشتري تضمن تضمن بس ضمان. ها؟ خليني أكلمك. أنتوا ليش تقوموا كلمك؟ كلمني بس كلمني. انا اكلمك اقول لك ما انا حق الخبر هذا. طيب خليني اتكلم معك. انا تروح الراهدة ما تعمل بالله واخي يجلس يعني في السجن وانت تروح الراهدة. ها عم قازم خليني اكلمك. صلي على رسول الله صلي على الله عليه. ايوه تجي تضمن اخي. انك قلت لي ما ما انا حق ضمانه ولا حق ريح. اجيب لك 20000. 20000 تجيب لي. تعال يا عم جازم. ايوه تعال اكلمك. تجيب لي 20000 والله لك تجيب لي منيحه. اقول لك مشينا انا شغل خلال هذا. عم جازم صلي على رسول الله. اهدى اهدى مالك بتروح ليش بتروح؟ خليني اكلمك اكلمك اقنعني ليش ما تجي معنا؟ انا شغل خبر هذا. اضمن ضمانه ضمان اضمن اننا انا ضامنين على حاجه يا اخي الدنيا فك ريح الله يعلم. امين واياك. قلت لك بالله لا تكلمني. خلاص قد سؤال بالله. طيب يا حجه ما دام سالت انا بالله انت كنت ضيف معنا الكاميرا الخفيه. انت كنت ضيف معنا مزح احنا بنضحك معك. هيدي كانت الكاميرا ونضحك معك في رمضان. تسلم. يا اخي فعل مشكله سرق ودخلوها السجن وش تضمي يضمن ابوه ولا ولي امره ولا اي واحد. نعم. فاش تي كنت جيت تضمن؟ تضمن ما دار لك مفعل. ما دار لك مفعل. تضمن تضمن. سرق سرق. ها سرق. لو سمحت. لا لا العفو منك. لحظة لحظة طيب أنا أجيب لك 5000 ريال. والله تنجري مليون. طيب خليني أكلمك. شكرا شكرا. ها؟ شكرا. خلاص أدي لك 10000. والله مليون أقول لك ما أشتري. هي ضمانة ضمانة فعل خير. والله كل ضمانة ضمانة أحد ما أعرفه. فعل خير. اطلع معنا الله يرضى عليك. انا بقول لك الله يرضى عليك. انا اقول لك خدمة اوامر. اشتي حاجه ثانيه. اشتي صب شي صبوح تشتي. ها زود زود عشان يجي معنا مليون. ما اشتيش ولا ريال. يا منعه ما بعد يا منعه. معروف على خد التلفزيون. هذا حياك الله سعيده. انا ما رضيتش. انا قلت لك خليني اشوف اصحابك. انا ما قدرتش. وشتو قال واحد ضمين؟ لا اضمن عن على السارق. اضمن عن على السارق. ايوه لا فعل خير. نعم
يا عمي تخير احمد هذا مضمون على هذا. الله يرحم والديك. هذا انا ما اعرف شنو هو عاد وشغال. ايوه عمري ما قضى من تشهد ولا الله ولا حد ولا اعرف قسم. طيب تقوم من الجابر احنا ونصلي عليك. جابرنا هنا وانت الله يرحم والديك. ولا اعرفك ولا تعرفنا. اضمن لنا ضمانه بسرعه نخرج الرجال. انا مش والله ما اضمن. لكن ابن الناس عادي لانه ابن الناس عادي. كيف عادي؟ العادي هذا يرجع ملون بعدين. العادي يرجع ملون. ملون. الله يكرمك جيد. طيب سارة خل اصبر يا أخي. اصبر لا بالهدوء يوافق. افعل خير مرة في حياتك. يا سلام. هذا عمل شارع عمل شارع. أنا أجيب لك 100,000 ريال. لو تندي لي مليون. والله ما. يعني فعل خير والفلوس ما رأيك؟ لا هذا فعل شارع. أنا ما أروح أضمان على واحد لا أعرفه وهو سرق تقول لي هذا وأروح أضمنه؟ لا. ما بش فيك سكر انت يا حاج. انا عندي فقط في الفيديو يعني عايزي الضغط. عايزي الضغط لو رفزنا يعني. طيب هل يصلح واحد على شخص ما يعرفوش؟ لا انا ما اضمنش. انا اشكرك والله. ما انت انسان وفي وبنعمل احنا الان بنصور هذا كامل اعمل بس تصور بنصور الكاميرا الخفية في رمضان. فارقه ويطعننا ونألفه وفي التنكير أربعة إذا أحصيت أحرفه وأوله إذا حذفت ففعل الغدر يوصفه أتيت بعد تبيان ليأتي من سيعرفه. ما هو الشيء هذا؟ يلا ما دراني أنا. طيب ما أعرف إيش جنبية. الجنبية الجنبية يا جماعة جنبية جابة خطأ. شوفوا على الثاني. الغدر 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 الغدر. إجابة إجابة نهائية. الغدر. أعزائي المشاهدين بيقول الغدر. حصلنا على هذه الإجابة في منطقة إيش؟ الخيداش. الخيداش العروق وكانت الإجابة فعلا خاطئة. الصديق. الصديق الغادر الغدار لكن الإجابة هذه خاطئة. المحراث. من سيعرفه هو. والله ما أقول لك يا أخي. المحراث. المحراث الأرض. حق الأرض. حق الأرض. صديق لا نفارقه. صديق لا نفارقه عند بعض الناس. ها عند بعض الناس مش كلهم. صديق لا نفارقه ويطعننا ونألفه وفي التنكير أربعة إذا أحصيت أحرفه وأوله إذا حذفت ففعل الغدر يوصفه أتيت ببعض تبيان ليأتي من سيعرفه. فكر على مهلك. السجارة تدخين دخان. ها السجارة يعني الدخان. دخان كيف الدخان؟ أنا بعض الناس اللي يشربوا الدخان هذا هم اللي ما يفارقون لبعض الناس الدخان لأن الدخان. الغدر يوصفه كيف الغدر؟ الغدر للنظار. لا لا ما تبعد الألف واللام. ما يبع الألف واللام والدال. خان 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 ها خان 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 الغدر يوصفه خان 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 ألف نون يعني خان. أنا شي كلام نهائي. هلا شو هذا؟ كلام نهائي. أنا توكلت على الله. لو سمحت يا مصور ارجع وراء. متابع الإنتاج تفضل. 15,000 ريال والإجابة صحيحة. أعزائي المشاهدين حياكم الله في فقرة ركز معي من هنا من هذه المنطقة اسمها الأوساط. الأوساط عروق. العروق معانا الحق سلطان سعيد. عم سلطان كيف حالك؟ الحمد لله. أجيب لك سؤال فقرة ركز معي وأجيب لك جائزة الحمد إذا حليت إن شاء الله. ما هو الشيء الذي يجيب الصدق دائما يدي الصدق دائما وإذا جاء كذب يمشي بحق الله؟ أي شو؟ الصدق هو يعني أنقى محمد. أها. وركب لا للنار. طيب ما هو الشيء الذي يجيب الصدق دائما اذا جوع كذب؟ ايش يسالك هذا السؤال؟
ايوه الصدق ادق، انا اقول لك الصدق عن جه محمد، والكذب لو حكي لا جهنم. طيب ممكن تستعين بصديق او تتصل بواحد يجاوب عليك، واذا جاوب عليك تقاسموا الجائزه نصف. عمي سعيد استعان بالاخ اسمك؟ محمود الوتيري، محمود حسن الوتيري. طيب يا محمود، بيقول لك السؤال ما هو الشيء الذي يجيب الصدق دائما واذا جاء كذب؟ ما هو؟ ما هو؟ استعان بك. ما هو الشيء الذي يجيب الصدق دائما واذا جاء كذب؟ الصدق ما في شغل، الصدق عن محمد قلنا هو الكذب. القوع. جاوع. شكرا لكم. اجابه خاطئه. اذا قاع كذب. معك وسيلة مساعدة، إما تستعين بصديق وتكتسب الجائزة نصين، أو تتصل لصديق وإذا جاوبك الإجابة لك يعني والجائزة. إذا قاع كذب. إيه. موسى. موسى لا جاوب إلا جاع كذب. استعين بصديق، به ناس بنسمع بيجاوبوا. يعني استعان بصديق وهو من معي؟ يحيى قاسم. يا يحيى قاسم، ما هو الشيء الذي يجيب الصدق دائما وإذا جاع كذب؟ التلفون. كيف؟ يعني إذا خلص البطارية مع يقف. أعزائنا المشاهدين، حصلنا على إجابة خاطئة. نشوف واحد ثاني. الفقر. عمي سعيد بيقصد الفقر. ومتأسف يا عم سعيد، الإجابة خاطئة. سعيد. ما هو الشيء الذي يجيب الصدق دائما وإذا جاع كذب؟ يجيب الصدق دائما بس إذا جوع كذب. لو جوع كذب. يكذب. ما ايش داري؟ فكر. شتي تستعين بصديق عادي؟ معك استعان بصديق او اتصال بصديق؟ شتي تستعين بصديق؟ ايوه. استعان بك، والسؤال يقول ما هذا الشيء الذي يجيب الصدق دائما اذا جاع كذب؟ والله ما انا ايش داري؟ وليش خميت الرجال استعان بك؟ ها؟ اعزائي المشاهدين، شوف واحد ثاني. الساعة. الساعة تمشي على الدقائق، على الدقائق الحق. أيوة. لما تزلق البطارية توقف، يعني جاعت. وقفت ولا هي دائما تندي الصدق؟ تندي الصدق، تندي الصدق إذا كان هي موقف من عند راعية. أيوة. تندي الصدق على الدقائق، على الأسوء لما تزلق البطارية حقها توقف. معنا الوالدة من؟ كاتبة نعمان ثابت. أمي كاتبة. حصلنا على إجابة، ما هو الشيء الذي دائما تندي الصدق وإذا جاع كذب؟ قالت الساعة. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ إجابة فعلا صحيحة حصلنا عليها من هنا من أمي كاتبة، ومبروك عليك الجائزة 15,000. نلتقي في هذا المكان الرائع والجميل، فنان يعني يمتاز بتقليد الفنانين والمذيعين والأصوات بشكل عام، نتعرف عليه أكثر. الأخ وليد حزام الظفري من محافظة إب 04. 04. نعم. حياك الله. الله يحييك. طيب الأخ وليد، إيش بتقلد من أصوات؟ إيش مواهبك في التقليد؟ أصوات المذيعين، الفنانين، أصوات الآلات، المترات، يعني صوتي ما عاد نجداري وينه صوتي. ما شاء الله عليك. يعني أقدر أطلع صوتي. طيب بأيش تحب نبدأ؟ أبدأ بتقليد أو بإداء موال لهذا البرنامج حبا فيه. البرنامج روعة جدا ويشجع المواهب، لذلك أهديه موال شامي وأبدأ أقول آي آي يا عبا لك وفي أبا يا با آي آي يا با لك عمر الطين ما ينعجن وعمر الشوك يا با ما ينداس لك ربي خلق ناس أشكال وجناس وخلق ناس منها تطيب الأنفاس وقل لك
واقول لك يا غالي واقول لك انت احلى من العسل واصفى من الذهب واغلى من الماس. سألت نفسي وقلبي من اعز الناس، جوب القلب واختار واختاركم من بين الاقواس. يا با. طيب وايش تقلد؟ وايضا قلدنا اصوات، هناك فقرات كوميديه بتقليد الاصوات. ايوه. فالفقرات الكوميديه طبعا من تقليد الاصوات، مثل صوت الاستاذ مثلا من قنوات اخرى، قناه الجزيره مثلا. ايوه. قلدنا المذيع جميل عازر هذاك الشيبه. ايوه جميل عازر، اي معروف. طبعا هو مره معرض يدي الاخبار والسبق العوى المتكاء. أيوة ضروري انه يدكي. ايوه. قال المشاهدين الكرام اول مره يضحك. هو ما يضحك طبعا. بس مره ضحك. ما اظنش انه ضحك. انا متاكد انه ضحك. بس انا عمري ما شفت الضحك ولا ابتسم. فعلا بس مره ضحك، يمكن كان الكهرب طافي بس ضحك. ضحك كيف ضحك؟ يعني قال مشاهدي الكرام، ما قالش من قناة الجزيرة في قطر، قال من قناة القطيرة في جزر. وضحك. فمرة كان يشتي يسأل وائل الدحدوح، ومعبش سؤال يسأله. يعني يكمل لنا الأسئلة، جات الكاميرا ضروري يطرح سؤال. وما بش معه في ناس السؤال. أيوة ما بش، هذه الساعة دبر نفسي بسؤال. قال معنا وائل الدحدوح من قناة الجزيرة في قطر. وائل كيف 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 أمك؟ قال ما لهاش يعني حرية. وطبعا قلدنا فيصل القاسم. طبعا تحية أول للفنان جميل عازر، طبعا من قلده حبا فيه. حبا فيه طبعا. اللي يحبهم أقلدهم. وأيضا ننطلق إلى فيصل القاسم الاتجاه المعاكس. الاتجاه المعاكس، لماذا يصر البعض على اقتناء الأزمات في الدول العربية؟ ألا يكفي ما يحدث في العراق درسا للشعوب لتعرف من هم العملاء؟ ها؟ هل أن الوضع الحالي هو سبب تدور الاقتصاد؟ هل أن قطع الشميلة هو سبب حرق اللسان؟ هل أن أحسن رحلة إلى فج عطان؟ ها؟ هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في الاتجاه المعاكس. الاتجاه المعاكس يأتيكم برعاية الكاميرات الريف. أما إذا انطلقنا إلى حلقة وادي الذئاب باليمن، مراد علمدار بس باليمن، تبدأ الحلقة لك وينك مماتي؟ قال بسوق عنس. واسكندر؟ قال مخزن منتزه الأمير. ايش مخزن؟ همداني اوصوه. بعدها ركبوا حافلة هم وزازة. لك عبد الحي حاسب. قال ما في مصاري، شو زازة ما بده يحاسب؟ حاسب زازة. قال انا حاسب لي مماتي طير ريشو، انا احبك مماتي ذو عب ثلاثي لكن الركبة بخمسي. فعندما سار اشتري قات، لك ما راح اشيل قات بيوت، كل يا نجدت كل يا ابن اختي زازة طبعا. وايضا ندخل الى الفقرة الكوميدية الاخرى، وهو صوت المطر. قلت صوت المطر في ثلاث حالات، عندما يولي ويرجع ويدخل حارات، يوم يولي ويرجع رجع وصله ورجع يعني ما عاد حاسبه. وعندما يدخل حارات ضروري يتعب. اما اذا طلع طلعه وفي حجر، هذا قهر المطر. اذا طلع طلعه وفي حجر هذا يقتهر، ممكن يغثى منه، ممكن خلاص يطنشه. عندما عمل المهم يوصلها البيت يعمله هذا تعب. اما المطر على دلسي رمان، ها في مطر على دلسي رمان في بترول يا اخي بترول قال طفين كلم في بترول، قال حمر وبياض، قال حمر عمل له دلسير رمان وعمل
وأيضا من ننطلق إلى فقرات كوميدية وهي راشد الماجد عندما اصطبحت عيني في تأز وغنى بتأز وهل تأز ردوا بعده. طبعا تأز كلنا 0-4 حنائب وتأز 0-4 ضربت 0-4 على جبل صبر. وأيضا عندما غنى في تأز وهل تأز ردوا بعده ما اتصلتي لا موكا ما سألتي لا موكا ولا غيرك يوم نادون الناس ما عصتي لا موكا ما سألتي لا موكا. أما عندما سأل راشد لا منطقة واحد اتصل لا موكا يعني لا موكا زعم ليش هكذا. فعندما سار لمنطقة ثانية قال يا راشد لا تسيرش هذه المنطقة يضحكوا عليك أي زيدوا عليك. قال أنا صاح لهم يعني ما يقدروا لي. بكر الصبح بز الشنطة يقول ضيعوني ضيعوني زيدوا عليه. أما جورج يوسف باليمن جورج يوسف باليمن فكرنا أنه يغني طبيب جراح فجاء يقول إيه لاموني يا الناس لاموني فلت يا ناس انا احب بالحب يا ناس ايه ولاني ضبع. اما يرجو انا الحين عاد احنا باليمن اخر اليمن. وايضا انا فكرت ان جورج سوفيا هو ضابح دائما بس يوم يخزن كيف يضبح يزيد الضبح ما ادري هو يضحك. وغنى بعد القاتل يقول ايه هو القاتيو سهرني عمره ما ضحكني ايه ضحكني. طبعا اما هندي يمني من تأليفي هندي يمني اغنية هندي يمني يعني مزجت اللون اليمني من اللون الهندي. ايوه كوتي ثوبي صبنيها صبنيها خشبيها وي كوتي ثوبي صبنيه صبنيه خشبيه للكعبة تربعيه يوم الجمعة عطريها. أما أمريكي يمني ضروري نجمع أمريكي يمني زلطي زلطي تشتي زلطي هو بانتو يوم التاسماتا أو يوم التاسماتا وين الغترة وصماتا أمريكي يمني. سبق وأن قبل فترة أو قبل 3 سنوات اتصلت للأستاذ يحيى علاو وكلمته بصوته. كلمته بصوته. كلمت بصوته. يعني. هذا شيء يدفع للمقلب يعني. أيوة اتصل له بصوته ونعينا إيش يقول. بدأت طبعا صوته مشاهد الكرام من برنامج فرس الميدان ونحن نطل على محافظة إب والخضرة تكسوها وكأنها ترتدي الثوب الأخضر إلى هذا المنطلق والشمس قد زالت علينا والليل يدخل علينا رويدا رويدا. إلى هذا المنطلق مشاهد الكرام السؤال يقول يا ترى دمعة ندى بكى عليها العالم حتى النبي المصطفى اللهم صل وسلم عليه. دمعة ندى بكى عليها العالم حتى النبي. شوف البداية سليم صح تعال. فعندما قلدنا صوته بالاتصال للاتصال لنفس الأستاذ يحيى علام يعني أخذت التلفون دقيت. أيه. جاوبك جاوبني. أيوه. قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت بداية معي الأستاذ يحيى علام. قال وأنا معي الأستاذ يحيى علام. قلت أسألك سؤال بسيط تجيب نعطيك الجائزة. قال ما هو السؤال. قلت ونحن نطل على محافظة تعز من أعالي وسفوح جبل صبر نراها وكأنها سجاد مطرز بالعقيق. إلى هذا المنطلق السؤال يقول. قال ما هو السؤال. قلت والسؤال يقول يا ترى ما هما الأسودان. قال الأسودان هما الماء والتمر. قلت إجابة سليمة. قال وين الجائزة. قلت دين. قال إيش دين. قلت فوق الأول وسجلها. قل له بزي الظرف من الظروف دي عندك. قال ما شاء الله أدى بلاغة على هذا الموقف. أدى بلاغة على هذا الموقف. قال وكأن الصوت يتردد من الهاتف إلى الهاتف. قلت مجاوب الحيد من حق البلاد. قال أريد أن أراك. تخلى لمبة صوت لمبة صورة حرقة ما تحصل الله بيريم. أوه ها ها يضحك. رحمة الله رحمة الله عليه. لو تخيلنا الآن هو موجود بيننا مع كل الناس. ها قد انطلقنا وقد شدينا الرحال إلى رحمة من الله وأرجو من اليمنيين ومن المعجبين بصوت
بصوتي الأستاذ يحيى علاوة وبشخصيتي أن يطلبوا الرحمة والغفران. لذلك منهم الدعاء ومن الله الإجابة. وأيضا ها قد افتقدتمنا لمدة، والآن شهر رمضان لم أكن موجودا، ولكن إن شاء الله في الآخرة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجماهير اللي كانت تنتظر يحيى بك يحيى علي.